Let's start the lecture with what is patient-centered care and what is drug-centered care. وأتمنى أن يكون تكون مقارنة على واقعنا. احنا هسه عملنا في الصيدليات، كلكم داومتوا صيدليات العام، صيدليات أهلية، وبعضكم قد يكون عنده احتكاك بالمستشفيات. ف what is our practice nowadays? It is a patient-centered care or a drug-centered care. كمعلومة، relying merely on the provision of drugs in the most effective way is not fruitful to the pharmacy profession in the future. أنا لو أحاول جهد إمكاني إنه فقط أوفر دواء للمريض، هاتشي كتب الطبيب، هاتشي أعطيه بدون أقوي السيستم مالتي، أقوي طريقة إعطاء العلاج بحيث ما يصير خطأ مباشرة إذا كتب الطبيب بصورة، راح أكون متأكد إنه وصل للمريض. مهما أحاول أحسنها هي بالحقيقة مو كلش مفيدة إنك اللي كفارماسيست in the future. ليش؟ لأن patients need to know about drugs in order to take them properly. المريض اللي ما يعرف الدواء مالته ليش، راح أترك له فرصة أنه هو يفكر، وممكن أن يفكر بطريقة صحيحة وممكن أن يفكر بطريقة خطأ. المهم بالسالفة أنه إحنا 5 سنوات ندرس علوم صيدلانية، وممكن من نتخرج ندرس أكثر، وفي دوامنا نكتسب خبرة أكثر. فأكو معلومات عندنا بالنسبة هي أن ABC أنا أعرفها أكيد متأكد من عندها، بس what is ABC to you is not necessarily does to your patient. ما مو شرط هو يعرفها. فكل معلومة المفروض نتأكد أن هي واصلة للمريض in order to take them properly. Pharmacists have the potential to contribute even more to improved patients' care through efforts to reduce medication errors and improve the use of medications by patients. احنا إذا تابعنا هذا ممكن أن نعمل الكثير لخدمة مرضانا، وأنا أتكلم لكم هذا عن خبرة في الدوام في المستشفيات لما يزيد عن 10 سنوات. احنا أن كل شروط مهم to reduce medication errors و improve the use of medications by the patient. حتى أسوي هذا وأطبقه بصورة صحيحة، يعني أنا لازم أعتمد اعتماد كلي on communication skills. Communication skills is essential in the provision of patient care. Without communication skills, I cannot do my job. والcommunication skills اللي نحتاجها وراح نتعلمها إن شاء الله هي مثل ما قلنا مهمة بكلامي مع المريض، ومهمة بكلامي مع الكادر الطبي، ومهمة بكلامي مع الطبيب، ومهمة بكلامي مع أي شخص، مع أي شخص حتى في حياتي الاعتيادية. طيب، ممكن أن نعطي بعض الأمثلة على bad pharmacist patient communication وشلون هذا الباد كوميونيكيشن شلون أثر على المريض. طبعا الأمثلة أنا ذكرها من الكتاب، وذكرت بعض الأمثلة من الكتاب، وأنا أتمنى أن ترجعون للكتاب تأخذون الأمثلة البقية وبعد مثاليا مهمات جدا. كل ما أكثرت من الأمثلة كل ما كانت الفائدة لك أكثر، لأن تستزيد من المعلومة ومداركك هم تزداد. For examples of bad pharmacist patient negotiation. المثال الأول قلنا موجود بالكتاب، قلنا مريض عنده back ache، ألم بصدره، كتب له prescribed a fentanyl patch by his physician. وفنتانيل باتش
مثل ما تعرفون الفنتانيل هو ناركوتيك، فمثل المورفين، واحدة من السايد افكت المعروفة للناركوتيكس بصورة عامة هو ريسبيراتوري سبريشن، توكسيسيتي مالتي يسوي ريسبيراتوري سبريشن. وبالحقيقة هاي استفادوا من عندها أيضا في عيادات القتل الرحيم في الدول التي تعمل قتل رحيم. المريض يعطونه توكسيك دوز أو هاي دوز أوف مورفين، المريض ينام ويموت، يصير بي ريسبيراتوري سبريشن ويموت، فما يحس بشي، أو على الأقل هم يتوقعون هالشي. فالمريض عنده باك ايك، كتب للطبيب فنتانيل باتش. احنا مثل ما نعرف الباك ايك والماسكولوسكليتال بين بصورة عامة، آلام المفاصل بصورة عامة، تستجيب للهيت ثيرابي. فبس تحط عليها هيت في كثير من المواطن تستجيب، وهاي النصيحة ياخذها من كل المجتمع، يعني الطبيب ينصح بيها والفارماسيست ينصح بيها والممرض وحتى من بقية المرضى، يعني معروفة المعلومة حتى في مجتمعنا. فالمريض عنده باكيك، حط الفنتانيل وحط فوقها مطارة ماي حار مثل ما يقولون. هو what is ABC to us is not ABC to our patient. هاي ملاحظة كلش مهمة، أنا أتمنى دائما تذكرونها. ف من تحط هيت على باتش، الابزوربشن مال الدراج يزداد. هاي شغله بديهيه لكل صيدلاني. ومن معلومات الباتش مثلا ما يصير تحطها على بروكن سكين، جرح ما يصير تحط عليه باتش، لان امتصاص مالته راح يختلف، وامتصاص الباتش بين منطقه ومنطقه ايضا يختلف. فاكو معلومات انت لازم تعرفها عن انت العفو، معلومات انت تعرفها اكيد من بديهيات العلوم الصيدلانيه لك اللي تدرسها 5 سنوات، المريض ما يعرفها. فما تحط هيت، الهيت يسوي دايليتيشن بال بلاد فيزلز، يكريز بلاد فلو، يزيد الابزوربشن، ويفتح البورز بالسكن فيزيد الابزوربشن، يزيد حركة الجزيئات، وبالتالي هم يزيد لك الابزوربشن. المريض حط الفنتانيل وحط فوقها هيتينج باد لأن متأذي، على أمل أن تفيده أكثر، ونام. المريض نام، صار عنده respiratory suppression due fentanyl toxicity، والمريض دايد. من أجوا حللوا نسبة الفنتانيل داخل الجسم، لقوها 500 ضعف نسبة الفنتانيل اللي المفروض ياخذها من الباتش الاعتيادية، 500 ضعف بسبب هاي العملية البسيطة اللي لو قاعد ويا الصيدلاني متكلم شوية عن how to apply patch correctly كان this drug adverse effect could be easily prevented with appropriate pharmacist patient negotiation. طيب المثال الثاني هو لامرأة كبيرة بالسن عندها هايبرتنشن، كتب لها الطبيب دلتيازم سستيند ريليز تابلت. هم اجين وات از اي بي سي تو اس از نوت اي بي سي تو اور بيشنت. دلتيازم سستيند ريليز وكل اغلب حبوب السستيند ريليز ما يصير تنقرض، هاي كل الفارماسيست يعرفونها، اغلب حبوب السستيند ريليز ما يصير تنقرض، ثابته هاي، بس هاي ما يعرفها المريض. الحبايه كبيره، المريضه ما تقدر تبلعها، قامت تقرطها، chewed and swallowed، وبالتالي السيرم كونستريشن مال دلتيازم راح يصير اعلى، لان هو ما يعطي 60 مليغرام، يعطي 90 او 120 او اكثر حسب الدوزج فورم اللي موجوده عندك. فصار المريض عنده توكسيسيتي من الدلتيازم، لان صار التركيز مالته اعلى. التوكسيسيتي مال دلتيازم هو براديكارديا وهارت بلوك، صار المريض عنده براديكارديا وهارت بلوك. اجوا للفارماسيست شافهم، شاف عندها براديكارديا، عرف المشكله انه هي جاي تقلط الحبايه، اتصل بالطبيب. هنا كان عمل مالته جيد بس مو الافضل، علم المريضه انه ما يصير تقرطيها، بس ما اكد عليها اكثر.
واتصل بالطبيب، غير البريسكربشن من ساستين ريليس تابلت الى بلين تابلت، تاخذها مرتين باليوم بدل ما دلتيازم مره واحده باليوم، تاخذ دلتيازم بلين تابلت مرتين او ثلاثه مرات باليوم. فالحبايه البلين تابلت صغيرون، المريض ارتاحت عليها وقامت استمرت على هذا الامر. اذا هو عالج المشكله بس مو علاج جذري. ورا فتره انقطع الدلتيازم بلين تابلت، وهذا وارده في العالم كله، وارده حتى في مجتمعنا، دواء يجي دواء ينقطع وهكذا، يضطر المريض يغير شركة ويعتمد على الفارماسيست بهيك شغلات في بعض الأحيان. فرجعت على بريسكريبشن القديمة مالتها، أخذت دلتيازم ساستين ريليز تابلت لأن ماكو بلين تابلت. هم رجعت قرطت الحباية، من قرطت الحباية هم رجعت عندها نفس هاي المشكلة، بس هم مرة ما كانت محظوظة، المريضة صارت عندها برادي كارديو هارت بلوك اند دايت. ف يعني لو كان اكو كوميونيكيشن شوية اكثر بين الفارماسيست والبيشنت، this adverse drug reaction could be easily prevented with such an intervention. يابا هاي الحبوب ما يصير تنقرط، هاي الحبوب لازم تنبلع كاملة، ما تقدرين روحي غيريها او شوفي في الطريقة اخرى. هذه الامور ممكن كل واحد من عندنا اذا يفكر بها يلقى مثال عليها حتى في حياته اليومية، مو شرط حياتنا البروفيشنال كفارماسيست وبيشنت. مثلا انا سيارتي من اشتريتها، يعني خارج العلوم الصيدلانية والدوام، سيارتي اشتريتها هاي what is ABC to our peer، هو اعرف من عندي انا، it is not ABC to me. بالعكس صارت الحالة، اول ما اشتريت السيارة ورا فترة شاف صديقي اللي هو فيتر مصلح مال سيارات، فشافها قال لي هاي السيارة بيها صوت، جيبها في يوم افتح لك المحرك مالتها. فقلت له تفتح المحرك تعال صلح لي اياها. شلون؟ قال اي وتكلفك هاي 750,000 دينار. فانا يعني تجاهلت الامر، انه انا يعني وان كنت صديقي خاف، يعني الامر ما كان يعني له ذات اهمية بالنسبة لي، فتركت الامر وما اعطيته اهمية، على الرغم انه هو قال لي اكو صوت بالسيارة، اكو صوت بالمحرك ويحتاج افتحه، فقط هاي المعلومتين، ما اعطاني كل المعلومات، اعتبرها اي بي سي ولازم انت تعرفها. فاي بي سي تو هيم از نوت اي بي سي تو مي، معكوس الحالة. فتركت الأمر، ورا 6 أشهر السيارة مالتي قام المحرك، عطل المحرك ووقفت السيارة، واضطريت أن يعني أنقلها إلي حتى يشوفها. من شافها ضحك قال مو قلت لك أنا خلا أصلح لك إياها، ليش هسه اضطريت أنه يعني تبدل محرك أو فد شي؟ قلت له أنت إيش قلت لي؟ أنت قلت لي أكو صوت. قال إيه أكو صوت بداخل المحرك، البساتين مالتك بيها مشكلة ولازم يعني تتعدل، وكان يعني شغلة بسيطة ولو حالينها في وقتها هسه ما انت اضطريت ان يعني تخرب المحرك وتصلحه بعد اكثر. فانا قلت له انت ما قلت لي هاي المعلومات، ولو قايل لي بوقتها الشغلة اللي انت تعرفها في وقتها تقول لي اياها بصورة اوضح، كان اختلف الامر وكان عالجتها في وقتها ولا صارت عندي مشكلة في سيارتي، وتعتبر سيارة مثلا بها مشكلة هسه مثلا. ف اضطريت بعدين انه اصلحها بدل ما 750,000 دينار ب1,750,000 دينار، بسبب انه انا اتجاهلت معلومة بسيطة هو قال لي بيها. لو هو قايل لي المعلومة بصورة اوضح كان استفاديت اكثر. هذا مثال بسيط على الباد كوميونيكيشن بتوين بيرز، بتوين تو بيرسونز، هو الثاني الاول يعرف اكثر من الثاني، وهذا وارد كثيرا مثل ما قلنا بين الفارماسيست والبيشنت. اوكي، what is your responsibility as a pharmacist in meeting your patient care to understand the problem or to understand your responsibility for your patient care, you have to understand the problem.
you have to estimate how big the problem is. Keep in mind as well that drug therapy comes with every medical and with every intervention in the healthcare system. ماكو عندنا فد شغلة ممكن نسويها المريض إذا ما نعطيه علاج قبلها خلالها أو بعدها. ماكو. كل ال interventions نادرا تلقى intervention أحتاج فقط يعني surgical intervention أو فد شيء بحيث أنا ما أحتاج أدوية. ف شوف ايش قد اهميته. احنا كفارماسيست عملنا كله مع الدراجز. ف according to this medication error is among the most prevalent errors in the healthcare system. The most prevalent errors in the healthcare system. And as a pharmacist we have the power to limit this errors. So the potential of pharmacists to play a pivotal role in reducing the incidence of both medication-related errors and a drug-related illness is also receiving increased attention. This is important. هذا عالميا. هذا receiving increased attention is يعني شغلة globally. وعدنا في العراق إن شاء الله أيضا. According to this pharmaceutical care is a definition. What is pharmaceutical care? What is your responsibility? What can you do for your patient? Pharmaceutical care is the responsible provision of a drug therapy for the purpose of achieving definite outcomes that improve a patient's quality of life. You have to understand that the provision of drugs is your responsibility, and this provision of drugs have a purpose of achieving definite outcomes. هاي ال outcomes لازم يعرفها المريض وتعرفها انت وتحددوها من البداية. And these outcomes should improve the patient's quality of life. Again, should improve the patient's quality of life. Not improve just the patient life or something else. You have to administer drugs to improve your patient's quality of life. طيب بعد أن تكلمنا عن أهمية العمل الصيدلاني والفارماسيوتيكال كير how the pharmaceutical care can prevent or improve your patient's quality of life. هسه هذا ما يصير أبدا. You cannot provide pharmaceutical care without communication. You need to communicate with your patient effectively to achieve a good pharmaceutical care or patient-centered care. What's the importance of communication? ليش هي مهمة؟ الجواب ممكن أن يكون يعني واضح. No, I cannot do anything without communication. لازم أحكي ويا المريض على الأقل حتى أنصحه مثلا أو حتى أتكلم وياه أو فد شيء حتى أخذ من عنده معلومات حتى أعرف المرض مالتي. كله يدور في ضمن الكوميونيكيشن. مرات حتى بدون كلام بعض الشغلات أخذها من المريض أو أعطيها للمريض بدون كلام. كله يعتبر كوميونيكيشن. فwhat is the importance of communication? Communication is important as it is, as communication establishes the ongoing relationships between you and your patient. Without this relationship, you cannot do anything. إذا ماكو interaction between you and your patient, you cannot do anything.
لازم اشوفه واحكي وياه. هذا الحكي يعتبر كوميونيكيشن. اذا ماكو عندي حكي وياه شلون اقدر اسوي شيء؟ ف this relationship لها خصائص ولازم ندعمها. مثلا هو لازم يثق بيك، مثلا لازم هو ممكن يفضفض لك على الأقل، لازم تتأكد انه هو فهم الكلام مالتك، وهكذا. ان شاء الله نتكلم عنها بالفصول بالمحاضرات القادمة، بس كلها تعمل ضمن هاي الأساس. هذا الأساس، القاعدة اللي نبني عليها. You have to establish the relationship between you and your patient, or a rapport between you and your patient. This relationship and this communication provides the necessary exchange of information to assess your patient's health conditions and the information to reach decisions on treatment plans and information to implement the plans and information to evaluate the effects of treatment on your patient's quality of life. هاي كلها information تروح وتجي عن طريق الكوميونيكيشن. اكو مقولة عادة كثيرا ما نسمعها بالكوميونيكيشن سكيلز: keep your patient talking. شوف اسمعها: keep your patient talking and he will tell you the disease and the treatment. Keep him talking and he will tell you everything. فأنت لازم تصير بيناتكم communication بحيث تقدر تتواصل وياه، حتى تاخذ من عنده المعلومات، حتى تقدر تنصحه على طريقة العلاج، حتى تقدر تنصحه انه تتابع وياه العلاج، وحتى تحسنون من حياته او تقللون من اعراض المرض اللي عنده. This is the importance of communication. You cannot do anything without communication. For a pharmacist to provide a patient-centered care, not just a pharmacist, any healthcare professional, to provide a patient-centered care, that's you have to shift your care for your patient from a drug-centered care. Your priorities is not just to give him the medications. شغلة يقدر يسويها المعاون صيدلي موجود في الصيدليات مالتنا، يقدر يسويها المضمد الموجود، يقدر يسويها المعلم اللي موجود في الصيدلية يتعلم لمدة شهر أو شهرين أو 3 أشهر. ممكن يسويها حتى أقل من هذول، غير متعلمين، تجيبه تعلمه يعرف يعطي drug centered care. But for a pharmacist or a healthcare professional to provide a patient centered care, he must be able to understand that he should focus his care on 5 aspects of this care. What are these aspects? The pharmacist must be able to, one, he should be able to understand all aspects of the patient illness and experience. All of the patient's illness experience. That's we mean by that the social experience, the psychological experience and the biomedical experience. احنا في دراستنا كثيرا ما نعول على البايوميديكال اكسبيرينس في علاج المريض او في تعلمنا بصورة عامة. انا اعرف الهايبرتنشن، اعرف السيستوليك بلاد بريشر ايش قد يصعد، الدايستوليك بلاد بريشر ايش قد يصعد، والكومبليكيشنز مالتها بايوميديكال فاكتورز. وات اباوت ذا سوشيال اند سايكولوجيكال اكسبيرينس اوف ذيس ديزيز. هذا الشخص اللي يعرفه هو المريض. I have to communicate with him to know about these factors of the disease. Social factor, psychological factor. ومثال الهايبرتنشن مثال رائع جدا في هذا الـ الـ الـ
ضمن هاي الكاتيجوري، لان وي احنا عاده نسميه ذا سايلنت ديزيز او سايلنت كيلر. البايوميديكال فاكتورز مالته عاليه، سيستوليك بلاد بريشر عالي، دايستوليك بلاد بريشر عالي، بس they tend to affect the patients minimally. And the patients can do يعني as a healthy patient. Their social and psychological experience of the disease is trivial. وهو هذا قد يكون سبب من أسباب عدم علاج المرضى. They tend to underestimate the problem due to they concentrate on the social and psychological problems of the disease rather than the biomedical problems of the disease. والأمثلة كثيرة. مثلا يجي شخص مثلا عنده يتحمل الألم، مثلا صارت عنده شق بإيده، مثلا جرح أو فتشي، ممكن تحتاج تبزه أبرة، تحس السايكولوجيكال اكسبتنس مالته عالي، وياخذ يعني الابره او الخياط مالته بصوره يعني كلش اعتياديه بقوه. وتجي شخص يخاف، ما يعني ما يتحمل وممكن ينغمي عليه. السايكولوجيكال اسبيكت اوف ذا بين اوف اور اوف ذا دراج از هاي ان سوتش ا بيشنت. لازم اعرفها حتى اعرف شنو اعطي. وهم يعني أمثلة كلش كثيرة واحد ممكن أن يفكر بها في هذا الأمر. You have to know all the aspects of your patient illness experience, social, psychological and biomedical factors. Do not dwell on the biomedical factors alone. بعد شنو؟ He should perceive each patient as a person and understand the patient's unique experience of the illness and of the personal meaning it entails. كل مريض، هذا تكمل للنقطة الأولى، كل مريض له اكسبيرينس تختلف عن الشخص الآخر. اكو مريض يتحمل السخونة ومن يصير بيه انفلونزا ممكن يشتغل اعتيادي، واكو مريض من يصير بيه انفلونزا يطيح بالبيت ما يقدر يتحمل، أو ممكن هي نفس الانفلونزا بس هذا ما يتحمل وهذا يتحمل. اكو مريض من يصير عنده مشكلة سايكولوجيكال مثلا تروما يصير ب ممكن سايكولوجيكال ديزيز، يصير ب ديبرشن مثلا، او ممكن يدخل باي بولر ديزيز او سترس. اكو مريض لا ياخذها خلينا نقول مثل ما يقولون بحال صدر وما الى ذلك. But you have to understand your patient as a person and he have a unique experience. He has a unique experience of such a disease. You have to understand this unique experience. ممكن عنده شغلات انت ما منتبه لها، من تاخذ هاي من عنده هاي المعلومات تقدر تعالجه بصورة افضل، لان انت المفروض تعالج الاسبكت اللي هي مهمة كلش للمريض اللي خلته يجيك او خلته يطلب من عندك استشارة. وانت مثلا تروح تعالج لشغلة هو مو مهمة كلش بالنسبة اليه، ما راح توصلون الى نقطة، ما راح توصلون الى علاج صحيح. انت تركز على نقطة هو يريد تعالج له نقطة اخرى. But you have to know what is your patient experience. Okay, moreover, you have to foster a more egalitarian relationship with your patient, and allow your patients to be actively involved in the dialogue and in the decision making surrounding their treatment. وهاي we feel miserably in such process. احنا متعودين كثيرا، الكثير من الاطباء وكثير من الصيادلة من يجي المريض يطلب من عندنا استشارة يقول له هاك هاي التريتمنت مالتي اخذ عليها و
واستمر على هذا العلاج. انت وزنك كبير، اقول له لازم تضعف وزنك. يعني افرض انه انا اتعامل ويا المريض مالتي انه انا اطلب من عنده وهو المفروض ياخذ الكلام مالتي ويروح. هذا مو كلش healthy، لان انت مرات يمكن كل احنا شايفين تقول للمريض ورا الجلطة مثلا، او ورا ما يكبر بعمره، او ورا التهابات الصدر، تقول له لازم تقطع التدخين مالتك. بهذا الدليل اقطع التدخين بهذه الطريقة، اقطع التدخين وتلقى انه نسبة استجابة المرضى لهاي الريكومنديشن هي ما تتعدى 5% او اقل. فاذا انت الكلام مالتك يعني مو صحيح. احنا ممكن نذب اللوم على المريض، هذا المريض ما يفتهم، هذا المريض ما ياخذ الحكي، هذا المريض ممكن دال، هذا المريض و و و ممكن ان تسمع هواية شغلات تحكي عن المريض، بس بالحقيقة you didn't provide a good patient-centered care for him to accept your advice. Okay, this is the third aspect of patient-centered care. لازم تخلي المريض يتفاعل وياك وتخلي له الحرية باختيار القرار. مثلا أنا ممكن أعطيك هذا النوع من الدواء، هاي الشركة وهاي الشركة وهاي الشركة، حتى هو يختار. فرضا he has a decision، وبالحقيقة his decision is the ultimate decision. يعني أنت ممكن تقول وهو ممكن ما يأخذه، يعني القرار النهائي أنت فقط تقترح، والقرار النهائي للمريض. إذا ما احترمت هاي الفكرة ما راح أقدر أوصل إلى نتيجة صحيحة. You have also to build a therapeutic alliance with the patient by incorporating patient perceptions of the acceptability of the intervention and treatment plans, defining mutually agreed upon goals of treatment, and establishing a trusting, caring relationship with your patient. وهاي مهمة جدا. You have to establish a therapeutic alliance. لازم أكو بيناتنا تعاون بين الفارماسيست أو الهيلث كير بروفايدر and the patient. وأخذ المعلومات من المريض، الإكسبيرينس مالته و السوشيال والسايكولوجيكال بارتس أوف ذا ديزيز، والكوميونيكيشن أعطيه بعض المجال أنه ممكن يأخذ ويرد في القرارات، على مود نصل إلى تريتمنت بلانز تكون ناجحة. بدل ما أقول له اقطع التدخين مباشرة وممكن ما يأخذ الحكي، ممكن أتواصل وياه بطرق أخرى، وإن شاء الله نتكلم عنها في المحاضرات القادمة، شلون تتكلم how to do a motivational interview على مود تصل إلى نسبة أكبر بقبوله لفكرة قطع التدخين. بدل ما 5% ممكن تصعد إلى 50% مثلا، أو أكثر من 5% على الأقل. أوكي، فحتى توافقون على treatment plans وتتفقون على الجولز مال تريتمنت. ممكن هو الجولز مال تريتمنت مالته مثل ما قلنا انه اكو عنده small aspect of his disease he wants to be cleared، وانت ممكن تركز على امور اخرى. فلازم تعرفون شنو هو الجول مالتكم، ولازم تكون علاقة بيناتكم هي علاقة trust. ممكن كثير من المرضى اذا ما يثق بيك ما يقول لك، ممكن يروح المريض إليك يقول تقول له أنت تركت التدخين، يقول لك إيه تركته بس هو كذاب. ليش؟ he doesn't trust you. قد ممكن أن نقول إنه المشكلة عند المريض، بس ممكن أن نقول إنه المشكلة عندنا أصلاً، يعني إحنا ما خلينا المريض يثق بينا حتى يتكلم ويانا بهذا الطريقة. You have to establish a trusting, caring relationship with the patient. حتى يفضفض لك، حتى يقول لك الشغلات المحرجة. مثلا أنا هذا الدواء ما جاي أقدر أخذه دائما، ممكن يستحي يقول لك.
فمن تقلها على العلاج يقول لك انا اخذه دائما وكلش زين، وهو يكذب. ف this relationship, a trusting and caring relationship is important. و you have to develop a self awareness of his or her personal effects on patients and how his or her own responses to the patient may affect patient's behavior. وهذا هم تقريبا شرحناه. لازم انا كفارماسيست انا اعرف انه كلامي يؤثر على المريض. مرات من اتكلم وياه بطريقة يعني ممكن ادفعه الى ان ياخذ اجراءات قد تكون هي مو صحيحة، فلازم افكر ب طريقة كلامي وشلون اوصل هذا الكلام حتى ياخذ من عندي المعلومة او ياخذ من عندي النصيحة او على الاقل نوصل الى كوميونيكيشن مهم. وهذه تحتاج توضيح في فترة اخرى حتى يعني نفهمها اكثر. كل رد من الردود مالتك ممكن يأثر على المريض مالتك بطريقة او باخرى. مثلا هسه احنا مثلا في صيدلياتنا مثلا من حطينا بالصيدليات يعني حاجز وصار بيناتنا زجاج يعزلك عن المريض، وممكن وسعنا الحاجز بينه وبين المريض اكثر من متر. بعض الفاترينات بالصيدلية مثلا كبروها اكثر من المتر، هاي المسافة اللي بيناتنا صار اكو بعد بينه وبين المريض، ممكن ما يقدر يتكلم وياي المريض. فهاي الافكتس مالتي اللي سويتها، هاي الاكشنز اللي سويتها حتى وان ما كانت كلام، وتخلي المريض ما يتكلم وياي في بعض الشغلات، ما يقدر يحكي وياي شغلة محرجة، ما يقدر يسولف وياي، ما يقدر يشاورني مثلا، وهكذا.